سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الكاثوليك. حفل تخريج المشاركين في الدورة الخامسة من طلاب المعهد المسكوني للشرق الأوسط في الأردن، وذلك في مطرانية الروم الكاثوليك في عمان أم السمة، حيث اشتمل الاحتفال الذي حضره رئيس المعهد المسكوني للشرق الأوسط في لبنان الدكتور زاهي عازر وأعضاء لجنة المعهد وعدد من الآباء الكهنة على إلقاء العديد من الكلمات وعرض فيديو قصير عن نشاطات المعهد المسكوني. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلبة الخريجين.